إنه الجزر. نعم، بزاف منا كيحماقوا على مريقة بخيزو، ولكن كتجيهم ميها، واخا يعطروا ويبزروا ويعياو ويحزروا، وحتى كيكرهوا فجرتها خيزو اللي فوائده لا تعد ولا تحصى. اليوم جبت لكم سر مريقة خاترة ومعلكة غتعشقيه واخا ما يكونش عندك معاه. لهذا سيدتي تبعي معايا لا فيديو من الاول حتى الاخير باش نكتشفوا المكونات والمقادير وطريقة التحضير. وكي العادة الله يسهل عليكم والله يجازيكم بخير. ما تنسوناش من اللايك ديالكم للتشجيع فقط، ومن البارتاج باش تعمل فائدة على الجميع. ومرحبا و100 ألف مرحبا بالمشتركين الجدد اللي أول مرة كينضموا لقناتي وعجبهم أكيد المحتوى، ما عليهم إلا يفعلوا جرس فضلا وليس أمرا باش توصلوا دائما بالجديد على قناة سكينة الصورية. وقبل ما نبداو الفيديو ديالنا ديال اليوم، ما نساوش أنصليو على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبداو بركة الله ونقولوا بسم الله بالمكونات والمقادير وطريقة التحضير في نفس الوقت. والمكون الرئيسي والأساسي واللي طالع عليه الفيلم وهو الجزر أو خيزو أو الزرودية أو الجعدة، يعني قلتها لكم بثلاثة ديال المصطلحات اللي كيتسمى في كل منطقة. عندنا هنا يا خيزو نختاروه من الأحسن اللي يكون هكا لونه مفتح، ما يكونش داك المايل للصفران، تيكون باسل، وهذاك اللي تيكون أورانج يعني فاقع تيكون خيزو ديالنا القلب ديالو الوسط ديالو كذلك نفس اللون اللي على برا من الداخل. بالنسبة للمبتدئين كيف ما كتشاهدوا عندي هنايا تقريبا واحد نص كيلو ديال خيزو، نتوما غديروا الكمية اللي بغيتو. وهذا المكون مفتقدينه بزاف الوجبات ديالنا، سير حتى كنديرو كسكسو بالجمعة عاد كنديرو، تيكون المكون الرئيسي هو القريعة حمراء، ولكن في الأسبوع كامل كنتجنبوه. كنبغيو نديرو به مريقة كنقولو كتجينا المريقة خفيفة وباسلة وما كتجيناش عاقدة من ناقص منه. اليوم غادي نجيب لكم السر والحل باش تجيكم مريقة خاطرة. كيف ما شفتوا نقينا الجزر ديالنا وقطعناه على شكل طولي، ممكن تقطعوا على شكل مربعات لكم الاختيار. عندنا هنايا الكميه ديال الدجاج اللي عندكم، فخيط صدير فخيط وصدير على حسب الرغبه وعلى حسب افراد الاسره. بغيتوا ديروا الحيمه ديروا الحيمه، لكم الاختيار. عندي هنايا جوج حبات من البصل اللي شلطتهم رقاقين، وعندي جوج فصوص من الثوم اللي حكيتهم في الحكاكه. كنضيف هنايا العطريه معلقه صغيره مملوءه جيدا من سكينجبير، نصف ملعقه صغيره من الخرقوم البلدي، نصف ملعقه صغيره من الابزار، وعندي هنايا ملعقه صغيره من اللب ديال الحامض مصير اي الحامض مرقد، واحد المعلقه كبيره ديال القزبر معدنوس اي ربع اللي مقصص رقيق رقيق ناعم، وكندير هنايا واحد ثلاثة ديال المعالق كبار ديال الماء، ما كنضيفوش الزيت نهائيا. وهذا السر ديال المريقه ديالنا باش تجيكم معلكه، هذا السر الاولاني، يعني كان ما كنديروش الزيت نهائيا، حتى كناخذوا الطنجره ديالنا وكنديروها على نار مهيله شميعه وحنا كنقلبوا او كنشحروا داك البصيله مع داك التوابل مع داك الدجيجه او الحيمات تقريبا واحد خمسة ديال الدقائق، حتى كتطلق لينا داك البصيله ديالنا كتغمر لينا وكتطلق الماء ديالها مع العطريه. يا سلام، كذلك داك العطريه ديالنا ملي كنضيفوا ليها في الاول الزيت راه غير كتحرق لينا. ضروري هاد النقيطه او هاد المرحله الا بغيتوا المريقه ديالكم تجيكم معلكه وملبيه ما ديروش الزيت نهائيا، حتى كدوز خمسة دقائق على داك البصيله مع العطريه يتشحروا على نار مهيله. كيف ما كتلاحظوا البصيله ديالنا كتكون دبلات وطلقات الماء ديالها، يعني داك الختوريه ديالها طلقات في العطريه. من بعد عاد كنضيفوا الكميه ديال الزيت، انا درت هنايا تقريبا واحد ربع كاس ديال الزيت الزيتون، ممكن زيت المائدة أو تمزجوهم بجوج لكم الاختيار حسب المتوفر. من بعد ما كنضيف الزيت كنخلي النار مهيلة وكنخلي المسائل تشحر ليا على خطرها، كنسد الطنجرة باش يرجع عليها البخار ونخليها تشحر على خطرها. من بعد ما نقينا خيزو
وضفت معاهم اللوبيا، ممكن تضيفوا الجلبانه، ممكن تضيفوا السلاوي، ممكن ديروا القرعه الخضراء، كاع داك الخضر اللي كيتلقوا لكم الميوهات كتجيكم ريقه ميها ضيفوها مع الجزر، ممكن تضيفوا غير الجزر بوحده. وهذا هو الحامض بصير ديالي كيف ما كتشاهدوا، هذا عنده سنه كامله وانا كناخذ منه، كنترقد تقريبا واحد كيلو ونص ديال الحامض. الا بغيتوه قولوها لي في التعليق نشاركوا معاكم. عرفتي كيبقى الحامض كما هو، انا كان عندي في قرعه كبيره غير ملي بديت كناخذ منه كنتناول منه، فيما تينقص كننقلو القرعه اخرى صغر منه، هادشي اللي تبقى لي منه وبغيت نشاركو معكم خليه لي في التعاليق. كيف ما كتشاهدوا معايا، من بعد ما نقينا الجزر ونقينا داك اللوبيا ديالنا كنرجعوا المريقه ديالنا من بعد ما كنعري عليها، شوفوا تبارك الله ما شاء الله ولا قطره من الماء، درنا غير داك ثلاثه المعالقات الاولين في داك البصيله باش تشحرت لينا باش ما تلصقش لينا في الطنجره فقط، منين كنغطيو عليها والنار تكون مهيله ما تجهدوش النار راه داك البصيله كتختار وكتعقد وكتطلق لينا داك التعليكه ديالها. بهاد العباره واخا نعيا نشرح لكم، واخا غير مريقه بطريف ديال الدجاج، يا سلام واحد الريحه، واحد الريحه طالعه خطيره. كيف ما كتشاهدوا من بعد ما تشحر ليا تقريبا خدمني 5 دقائق الاولين واحد 3 دقائق الثانيين، عاد كنضيف هنايا الخضيره ديالي بما فيهم درت كيف ما قلت لكم درت اللوبيا هذا وقتها ودرت الجزر، ممكن ديروا الجلبانه كيف ما قلت لكم، ممكن ديروا الخرشوف حتى هو كتجي المريقه ديالو ميها الناس عندهم مشاكل فيه، وكذلك القريعه او السلاوي، بزاف ديال الناس عندهم مشاكل مع هذه الخضيره هذه اللي هي منافعها كثيره ولكن كيتجنبوها، كيقول لك كتجينا المريقه ديالها باسله صافي نديروها غير في الطاجين، الا ما كانتش في الطاجين من ناقص منها. لا حبيبتي ديريها في القميله او في الطنجره او في الكوكوت وتفكريني عليها. ضفنا هنايا الخضيره ديالنا شويه ديال الربيع، ودرت هنايا واحد 4 ديال النصيصات ديال الحامض، هو راه غير نص قسمته على 4 ديال الحامض مصير، ودرت كاس ونص ديال الماء من عبر كاس العنب حتى لجوج كيسان على حسب الكميه ديال الخضيره اللي عندك نتيا. كنسد هنايا الطنجره ديالي وكندير الصفاره وكنزيد شويه في النار، يعني ما كنخليهاش شميعه كنديرها مويان يعني نص نص، كنسد عليها ونخليها حتى كطيب ليا داك المريقه. ومره مره كنتيستي خيزو ديالنا او الجزر، حنا راه قطعناه بحال الفريت صبيعات باش يطيب لينا دغيا، حتى كنقيسو كنلقاه طايب زبده والمريقه ديالنا كتجينا ملبيه ومعلكه، وداك الريحه ديال داك الربيع مع الحامض مصير مع داك الفصيص ديال الثومه مع الريحه ديال الخضيره ديالنا ديال الجزر، يا سلام يعني بلا الحيمه غير بالدجاج كتجي بزاف لذيذه. كيف ما كتشاهدوا بعد ما عريت عليها خليتها تقريبا من واحد الدقيقه تزيد تعلك ليا وتشرب ليا المريقه ديالي، كنجيب هنايا الطبق ديال التقديم اللي غادي نقدم فيه، وكنحاول قدر الامكان نستف هنايا الجزر بوحده واللوبيا تكون من الاعلى. لهذا فاش درتها في الطنجره فرقت بيناتهم، درت اللوبيا في الجوانب والجزر في الوسط باش يبقاو ليا الخضيره معزوله على بعضياتها، حتى في التقديم هكا ملي كنقدموا شي حاجه واخا بسيطه تعطينا واحد الشهيه سيغتو الوليدات. انا عندي واحد الوليد بعكاكي، الا ما كانتش الحاجه مقاده ومسمقه ما كيدخلش فيها كيف ما كنقولوا، ما كياكلش فيها غير كينقب وكيرجع للور. كيف ما كتشاهدوا المريقه ديالنا كتجي خاطره ومعلكه ولذيذه، وانه الجزر ناعم واخا ما يكونش عندك معاه من اليوم غتولي كتحماقي عليه، ولهذا ندخلوه في الوجبات الاسبوعيه ديالنا. علاش لا باش نولفوه لوليداتنا، بزاف تيقول لك وليداتي ما تياكلوش خيزو ما تياكلوش اللوبيا، حنا نحاولوا ندخلوا ليهم في الاسبوع ما بين الوجبات. ما تنساوش تجربوه وتردوا عليا الخبر في التعاليق، انا متاكده غينال اعجابكم الطبق ديال اليوم. شكرا لكم متابعه والله يجازيكم بخير، ما تنساوناش من اللايكات ديالكم باش تشجعوني ونزيد نعطي احسن ما عندي. شكرا لكم متابعه والى اللقاء في وصفه مقبله ان شاء الله، دائما مع السهل والسريع على قناه سكينه السوريه.